حنا عارفينك، انت القصة، انت الفكرة، فنان، أب، فرد أو شركة، طالب، رياضي أو حتى رائد أعمال. من النهاردة أنت هتحدد مشوارك إزاي؟ عايز تعمل إيه في الاحتراف؟ قوة النهاردة تغيرات الجوك ولا المنتور. لم تجي في قيادة نفسك لن تستطع قيادة ماذا نقصد بالذكاء الاصطناعي؟ We don't need people to change history. انضموا إلينا في هذه الرحلة التعليمية. الرحلة الطويلة دي أنا اختصرها علشانك. مبروك. You have been accepted. نجحت. نرجع بقى لده وعايز أقفل قفلة قوية. أهلا بحضراتكم. Again, I'm going to speak in English, so I appreciate that there is a translation facility in the room. شكراً لأشكرم لهذا التنظيم الرائع. وأنا اسمي إيهاب فكري، ونهاردة جاي أتكلم باسم المنتور. مش هتكلم عن المنتور كتير، زمالي يتكلموا عنها أفضل مني، ولكن عايز أفكر مع حضراتكم في معنى مهم. مش هلعب presentations، هفكر مع حضراتكم. الإنسان كائن عاقل باحث عن السعادة في رحلة الحياة. لو فكرنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا، نلاقي إن الإنسان بيبحث عن السعادة في كل حاجة بيعملها، في الأكل والشرب والبعد والقرب والكره والحب. كل مشوار في حياتنا، كل تفكير بنعمله، كل خطوة بندور على السعادة فيها. فالإنسان كائن عاقل باحث عن السعادة. وإذا كان العاقل يبحث عن المفقود ولا يبحث العاقل عن الموجود، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو دورت على النظارة اللي أنا لابسها دي، تقول لي مالك يا إيهاب؟ سلامة عقلك، ما النضارة معاك اهي، لأني أبحث عن الموجود. والعاقل يبحث عن المفقود. فإذا كان الإنسان كائن عاقل باحث عن السعادة، فالإنسان كائن عاقل غير سعيد. وإلا لماذا يبحث؟ وبتأمل في الحياة نجد أن أسعد الناس بيننا مش بالضرورة هم أذكى الناس. كتير ناس عندهم ذكاء ولكن ما جابت لهمش السعادة، ولكن غالباً أسعد الناس في الحياة هم الحكماء. ويتبادر إلى الذهن، ذهن الإنسان، هو إيه الفرق ما بين الذكاء والحكمة؟ اللي أنا هقوله ده ممكن يكون بديهي بالنسبة لأغلب حضراتكم، ولكني تعلمت من رحلة التعليم والحياة أن كلما زاد عمق وثقافة وسعة المتلقي، كلما استفاد من الأساسيات. أساسيات الفرق ما بين الذكاء والحكمة. ولو أنا حبيت أسك تعريف يعيش معانا ونقدر نتداوله بشكل سهل بعد القاعة دي، فهتبع نظرية الثلاث كلمات. لو عايز تقول تعريف يعيش والناس تفتكره، أقدر أحطه في ثلاث كلمات. تعريف مخل، ولكن علشان نفتكره نقدر نقول أن الذكاء هو بيانات وتحليلات ونتائج، ونقدر نقول أن الحكمة هي فن اختيار الأنسب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا شغلين نفسنا جداً جداً في عملية التعليم والتدريب بالرهان على الذكاء. تحليلات تحليلات تحليلات، بيانات 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 ونتائج.
وده كويس وممتاز، ولكن هل في جهود بنعملها لفن اختيار الأنسب؟ مثلا في مدير دخل وسط الموظفين فلقى تقرير سري في بيانات سرية، فعفوا في المثال المدير قال مين الغبي اللي سايب التقرير ده في المكان ده؟ ففي موظف رفع ايده قال له حضرتك انا، لقوا مؤدب قال له حضرتك. على ميزان الذكاء المدير ده ما يقدرش يقول ان الموظف غلط. ليه؟ عنده بيانات. المدير كان ماشي معاه، هو نفسه كان معاه التقرير ده ومعاه مكالمه مهمه جدا وكان منفعل معاها، ساب التقرير على المكتب ودخل جوه مكتبه وخلص المكالمه، دماغه ما كانتش معاه، شاف التقرير قال مين فقال له حضرتك. وبالتالي الموظف هنا عنده بيانات، راقب، ما كانش نايم، وعمل تحليلات وعمل نتائج حضرتك، ولكن على ميزان الحكمة. هل هذا كان الأنسب؟ الذكاء إني أعرف الحل، والحكمة أقولها ولا لا، أقولها إمتى، أقولها إزاي، إيه أحسن وسيلة لعرضها؟ فهل إحنا بنستثمر في الحكمة زي ما بنستثمر في الذكاء؟ الشباب الآن بيقول الارتفيشال انتليجنس هيطلع ياخد وظائفنا، الدنيا هتتغير، هتتشقلب، كل حاجة حوالينا هتتغير، ففي خوف جواهم. ليه؟ لأن كل الجهود التدريبية والتعليمية وحتى المدرسية وحتى الأبوية رايحة في استثمار الذكاء. أنا عايزك تفكر بسرعة، وعايز يبقى عندك معلومات، وعايز تعمل تحليل بسرعة، وعايز الأوتكم يبقى واضح ويبقى باين. لكن لو نفكر في يوم من الأيام كان الناس بتفصل الملابس بدون آلات، فلما ظهرت آلات التفصيل، التطريز، الخياطة، ده كان ذكاء اصطناعي. الناس قالت احنا خلاص انتهينا، ولكن ايه اللي حصل في الصناعة؟ المكان ده خرج ملايين القطع، والحكمة الإنسانية عملت تمساح صغير كده وسمته لاكوست وحطته على التيشيرت وعملوا بليونز. اندماج الحكمة الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي يبني، عدم وجود الحكمة الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي يهد. احنا خايفين على أولادنا، خايفين على بلادنا، خايفين على ناسنا، فوإحنا بنتبنى الفلسفة دي في التدريب وفي التعليم وفي التواصل، لازم دايما يبقى عندنا عقلية الذكاء وعقلية الحكمة. فلو قلت بص على الشمس هناك، الشمس الكبيرة دي اللي قد الأرض مليون مرة، لو عملت كده بصبعين عليها، صبعين كده تخبيها، يعني الحتة اللي خبيتها بصبعين دي قد الأرض اللي انت واقف عليها مليون مرة. طيب بقية الحتة الزرقاء دي كلها قد ايه؟ مدخل اتكلم بيه عن سرعة الضوء، وان الضوء ده بيجي لي بعد 8 دقايق وعشرين ثانية. مدخل اتكلم بيه عن الفيزيكس، اتكلم بيه عن الساينس، اتكلم بيه عن الريلاتيفيتي ثيوري، اتكلم بيه عن الكوانتم ميكانكس. ولكن وانا بتكلم على ده بدماغ الحكمة بقول شوف 8 دقايق وعشرين ثانية علشان ده يجي، ياه
يعني كأن النور ده نور الماضي، اللي أنا شايفه ده حصل من 8 دقايق وعشرين ثانية، ودنيتي منورة بنور الماضي. فكم احترام التراث، وكم احترام الكبير، وكم احترام التاريخ. وفي الإدارة الهاندينج أوفر، التسليم والتسلم. لو كل مرة أخدت وظيفة وابتديت من أول وجديد عمري ما وصل لحاجة. فأنا قلت بيانات وتحليلات ونتائج وسرعة الضوء ومليون مرة قد الأرض، ولكن زرعت قيمة، ولكن اتكلمت في المانجمنت. زواج الذكاء الاصطناعي والحكمة الإنسانية يبني بلدنا. الرسائل عمالة بتجيلنا يمين وشمال، وإحنا خايفين على نفسنا وخايفين على الناس. ولكن بزرع فن اختيار الأنسب في نفسنا، في مدراءنا، في موظفينا، في ولادنا، إحنا هنوصل. في المنتور مش هنعمل ده لوحدنا. قدمنا الخدمة لاتنين مليون متعلم، وبنروح للطريق لعشرة مليون متعلم، وبعض زمايلنا يقولوا عشرة مليون متعلم يبقى وصلنا. لا، عشرة مليون متعلم يبقى ابتدينا. ولكن ما نقدرش نعمل ده لوحدنا. حضراتكم عارفين يعني ايه عشرة مليون حكيم في هذا الواقع الأليم، فاهم حقيقة وثمرة التعليم. احنا بنفتح ايدينا لكل الشركاء، الحكومات والشركات والمدربين والافراد وصناع المحتوى وصناع التكنولوجي. احنا مش هنعمل كل حاجه لوحدنا. احنا عارفين كويس جدا ان المشوار ده مشوار طويل، مشوار التعليم والحكمه بطبعه باي ديزاين مشوار طويل جدا. عارفين ان عايز صبر، عارفين انه عايز انتظار، عارفين انه عايز جبر، عارفين انه عايز اختيار، عارفين ان احنا ما ينفعش نبيع مبادئنا واصولنا ونبتدي نلعب العاب سياسيه وعقائديه وطائفيه علشان نعمل فيورشيب. احنا بنشتغل في التعليم. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، الإنسان في رحلة الحياة وهو ماشي، حياته دي عبارة عن آلام، وإحنا عارفين ده كويس جداً. ممكن أنا ما أشوفش ثمرة التعليم في المنتور في حياتي، ولكن ولادي هيشوفوها، ولاد ولادي، ولاد ولادكم، ربنا يديكم الصحة والصالحات، هيشوفوها. والإنسان في حياته فيه آلام، لو عدى حاجز الألم يتفتح باب النجاح. زي كده السنسر كده اللي بنشوفه في أي مكان، أول ما عدي حاجز معين بالذكاء الاصطناعي كده يروح فاتح على طول. ففتح باب النجاح لمن عبر حاجز الألم، ألم الصبر وألم الانتظار، ألم الجبر وألم الاختيار، ألم الالتزام بالمبادئ والأصول، وألم السعي رغم التأخر في الوصول. اللي هيستحمل ألم العزم والحزم والجد والكفاح سيفتح له لا محالة بإذن الله باب النجاح. شكرا لحضراتكم.